النادي الاهلي بيفشل للمباراه الرابعه التوالي في الدوري ان هو يحقق انتصار ويكتفي بالتعادل الثالث على التوالي مع نادي بنك الاهلي. النادي الاهلي ربما للمره الاولى من سنوات طويله يفشل في تحقيق اي انتصار في اربع مباريات متتاليه، لكن النهارده الظروف ربما تكون مختلفه بسبب هذا الكم من الغيابات اللي شفناها في صفوف الفريق، واللي خصوصا ضربت خط الوسط النهارده بغياب الثلاثي الاساسي حمدي فتحي اليو ديانج وعمرو السولية. كابتن خالد جلال على غير المتوقع زي ما الكابتن طارق العشري عمل امبارح مع الزمالك، فاجئ النادي الاهلي بخطوط مفتوحه وبهجوم وثلاث مهاجمين مره واحده، وامر اعتقد النادي الاهلي ما عملش حسابه. وبالسبب ده شفنا كم هجمات وفرص ضياع من البنك الاهلي كانت ممكن تخليه يخرج فائز بالمباراه. على الناحيه الثانيه بيتس موسيماني بكل امانه كان يعني محجم تماما في الاوراق اللي بيلعب بيها، وبالتالي اضطر انه يلعب بتشكيل اضطراري من وجهه نظري، واعتمد على رامي ربيعه كلعيب هاف ديفندر وحيد في خط الوسط. طبعا كان جنبيه محمد مجدي قفشه، لكن مجدي قفشه كان دايما بيطلع لقدام للدرجه اللي خليته طبعا اكيد نشوف اوقات كتيره طريقه لعب النادي الاهلي بتقترب من 4-1-4-1 اذا افترضنا ان مجدي قفشه كان بيقف جنب احمد عبد القادر في عمق الملعب عشان يزود اللعيبه الهجوميين، وعلى الاطراف كان واضح جدا الادوار المختلفه لطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو في اللعب على الاطراف، وكمان مساعده محمد شريف المهاجم الوحيد في بعض الاحيان والدخول معاه في منطقه 18 بتاعه البنك الاهلي. البنك الاهلي طريقته فعلا كانت واضح جدا ان كابتن خالد جلال طمع في المباراه بسبب ان هو عارف ان الغيابات بتاعه النادي الاهلي، وبالتالي بدا يلعب بناصر منسي، كريم بامبو طبعا اللي كان حظه عالي قوي على النادي الاهلي السنه اللي فاتت وجاب هدف التعادل، ويعقوبه، وكمان كان بيزود لهم محمد هلال من نص الملعب كبلاي ميكر وبيلعب كمان دور ثالث في خط الوسط. لكن بنك الاهلي فعلا الشوط الاول تخيلوا يا جماعه اول 16 دقيقه في المباراه ثلاث فرص محققه على مرمى محمد الشناوي اللي بعد كده اتصاب ونتمنى له الشفاء طبعا، وان شاء الله يلحق ماتش الوداد في فاينل دوري ابطال افريقيا. كابتن خالد جلال لعب لعبه لطيفه قوي وذكيه ان هو بدا يلعب على الاطراف وبدا يفتح الملعب تماما ملعب نادي المقاولين. النادي الاهلي بيلاقي عليه صعوبه في بعض الاحيان، وبدا يزعج الثنائي الفول باكس بتوع النادي الاهلي محمد هاني ومحمود وحيد، واكبر يعني محمد هاني ومحمود وحيد في اوقات كتيره ان هم ما ينطلقوش في نفس الوقت، كان لازم واحد يقف، ودي في نفس النقطة ساعدت البنك الأهلي زي ما ساعدته هجوميا ساعدته دفاعيا، إن محمود وحيد ومحمد هاني ما كانوش بيقدروا ينطلقوا مع بعض في نفس الوقت عشان ما يسيبوش المساحات دي خلفهم، وكان ممكن الأمر طبعا يتعب أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم. وبالتالي كنا بنشوف لو محمد هاني طار من اليمين كان محمود وحيد بيقف في الشمال، لو محمود وحيد طار من الشمال محمد هاني لازم يقف على اليمين عشان يعمل ثلاثية دفاعية مع محمد عبد المنعم وأيمن أشرف. مشكلة النادي الأهلي بعد مرور أول ربع ساعة مباراة إن إحنا شفنا الفريق منفصل. الفريق منفصل تماما. آدي النص الملعب فاضي ما فيهوش أي لينك، لأن بكل صراحة مجدي قفشة ما يقدرش يوصل نفسه في المنطقة دي. لاعب عشان النهاردة يعمل الدورين دول محتاج خبره كبيره في الحته دي، محتاج ان يكون عمل الدور ده كتير. مثلا ما نقدرش نقارن بين عمرو السوليه ومجدي قفشه في مركز دور 8، صعب قوي على قفشه بدنيا وجهدا ان هو يعمل نفس الدور بيعمله عمرو السوليه. وبالتالي شفنا نادي الاهلي نص ملعبه مقسوم تماما، جنب بيدافع وجنب بيهاجم. وبالتالي الشوط الاول الكره الثانيه في نص الملعب كان كلها للاعبي البنك الاهلي. بسبب ايه؟ بسبب الثلاثي الموجود اللي انا قلت لكم عليه، وبالتالي كان هو الاكثر عددا. وكمان رامي ربيعه فكره الغيابات الطويله اللي هو غابها، وفكره ان هو بقى له سنين بيلعب في مركز المساك، وبعد الاصابه يعني كان بيلعب مركز خط الوسط مع الكابتن حسين البدري في ولايته الثالثه، ان بعد الاصابه في السنوات اخر ثلاث سنين تقريبا نادرا ما لعب خط وسط غير مره او مرتين او ثلاث مرات، وبالتالي الجهد البدني بتاعه في منطقه نص الملعب كان صعب جدا ان هو يقدر يسند بيها النادي الاهلي زي ما انت بتشوف مع
اليو ديانج. صعب جدا انك تقارن وسط ملعب النادي الاهلي في وجود رامي ربيعه بوسط ملعب النادي الاهلي في وجود حمدي فتحي او اليو ديانج. في فرق شاسع جدا 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 جدا، وبالتالي ده عمل ايه؟ عمل زياده عدديه للاعيبه البنك الاهلي، خلى معظم الكرات الثانيه قدام منطقه جزاء الاهلي كمان للبنك الاهلي، وكمان خلالهم خطوره من العمق بفضل انطلاقات ناصر منسي وكريم بامبو، كان قريبين جدا وبيقدروا يخترقوا دفاعات النادي الاهلي بسهوله. طيب النادي الاهلي الشوط الاول قدر يعمل كوره سريعه اللي جه منها الهدف، طبعا الحكم بعد كده لغاه بداعي الفار، مش هتكلم عليه من الناحيه التحكيميه، هتكلم عليه يعني هتكلم على بعض الهجمات النادي الاهلي حاول يعملها كانت مثلثات كويسه في نص ملعب البنك الاهلي ما بين طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد شريف، قدروا من خلالها ان محمد شريف ينفرد بالمرمى ثلاث مرات واضاع ثلاث فرص. بكل امانه مباراه زي دي فريقك ما يستحملش ان انت تضيع هذا الكم من الفرص. محمد شريف الشوط الاول ثلاث كرات داخل منطقه الجزاء بعد ما اتعامل 1-2 وصل لغايه ما يشبه يعني نقطه ركله الجزاء، لكن محمد شريف شاط الثلاث كرات سهل قوي 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 في ايد محمود الزنفولي حارس مرمى البنك الاهلي، وما شكلش على مرمى اي خطوره، بخلاف طبعا الهدف اللي جابه محمود وحيد من الكره السريعه اللي اتلعبت. الشوط الثاني كان هو شوط اعتقد شفناها تكرارا ومرارا للنادي الاهلي، عصبيه زايده على اللزوم، كم هائل من الكرات العرضيه والطوليه بدون اي داعي، وكانت اعتقد بتسهل ماموريه البنك الاهلي. الشوط الثاني الكابتن خالد جلال بدا يتحفظ قليلا في مساله الاندفاع الهجومي، وبدا يقول للاعيبته ما حدش يهاجم النادي الاهلي في نص ملعبه، والفريق بدا يرجع وبدا يقابل من نص الملعب فقط. ليه؟ عشان يسيب بقى خلاص، هو عايز يحتفظ بمجهوده البدني لغايه نهايه المباراه. وبدا النادي الاهلي طبعا في الهجوم العصبي المضغوط نفسيا بسبب نتيجه التعادل، ان الفريق عايز يحقق الفوز لانه ضيع 7 نقاط في الثلاث مباريات اللي قبل التوقف لمباراه افريقيا. وبالتالي النادي الاهلي عمل نزل حسين شحات، نزل صلاح محسن، نزل وليد سليمان، ما حسناش ان في اي فارق في الاداء. ليه؟ لان التكتيك ما اختلفش، النادي الاهلي فضل يلعب بنفس الاسلوب، بدا يدخل صلاح محسن وبيرسي تاو منطقه الجزاء ويخش معاهم حسين الشحات واحمد عبد القادر قبل نزول وليد سليمان، وكان كل الهم ان احنا نوصل نزق فرقه البنك الاهلي لغايه نص ملعبها عشان نوصل للمنطقه دي ومحمد هاني يبدا يلعب الكرات العرضيه. بنك الاهلي كابتن خالد جلال كان واضح جدا انه قال لعيبته لازم يا جماعه نرجع ندافع قدام منطقه جزائنا بثلاث مساكين، وخلى لاعب من خط الوسط ينضم للدفاع عشان يكون مدافع ثالث، وبدا يحط 2 لعيبه قدام منطقه الجزاء عشان يلم بيها الكره الثانيه. وبالفعل كل الكرات الثانيه المرتده من الكرات العرضيه للنادي الاهلي كلها كانت بتروح لفريق البنك الاهلي عشان يقلبها لهجمات مرتدة عن طريق كريم بامبو أو عن طريق ناصر منسي أو عن طريق حتى أسامة فيصل المهاجم البديل لما نزل في نهاية الشوط الثاني. سيناريو شفناه في ماتش الجيش، سيناريو شفناه في ماتش سيراميكا كليوباترا. الفارق بس بكل أمانة أن النهاردة النادي الأهلي كان تقدر تقول مشلول شوية في نص ملعب بسبب الغيابات، فعلا غيابات كانت مؤثرة جدا، وشفنا النهاردة كم المحاولات، محاولات كتيرة للبنك الأهلي على مرمى الأهلي، محاولات كتيرة جدا. الشوط الثاني بدأ 3 محاولات للبنك الاهلي من نفس الحته عن طريق كريم بامبو، 3 فرص ضيعهم بجوار قائم 2 على مرمى محمد الشناوي وواحده على مرمى علي لطفي لما نزل، للدرجه اللي شفنا بيها الكابتن خالد جلال واقف على الخط بيقول للمساعدين وبعدين يعني هعمل ايه تاني، يعني كريم بامبو ضيع كل الفرص تخلينا نكسب النهارده. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان خط وسط النادي الاهلي كان فارغ تماما، الدنيا كانت فاضيه تماما، مفيش اي مساعده، مفيش اي ورك ريت عالي في نص الملعب. نص ملعب الاهلي وفي ديانج وفي حمدي فتحي مختلف تماما لما تشوف فيه رامي ربيعه لوحده او حتى بمساعده مجدي قفشه اللي غصب عنه بيرجع ليه دوره الاساسي وبيقدر ومجبر ان هو يكمل في صناعه اللعب قدام. النادي الاهلي بيخسر النقطه 9 على التوالي. وجهه نظري الشخصيه ان اللعيبه دي محتاجه ان الدنيا تفضل هاديه، لان في مباراه 30 مايو مباراة مهمة جدا جدا، النادي الاهلي عنده مباراتين قبل مباراة الوداد، عنده مباراة انبي يوم السبت القادم وعنده مباراة ايستن كومباني يوم 25 مايو، واللي الحاج عامل حسين اكد ان هي مش هتتأجل لان مفيش اي مكان لتسكينها بعد كده. وبالتالي انا بشوف ان الجمهور محتاج ان هو
يهدي التون شوية على اللعيبة. طبعا الأربع مباريات في الدوري بدون فوز أمر صعب جدا. تخيلوا كمان إيه، مش بس أربع مباريات بدون فوز، لا أربع مباريات النادي الأهلي ما أحرزش فيها غير هدف واحد، هدف واحد فقط في مرمى سيراميكا كليوباترا جه من ركلة الجزاء في الدقيقة 98. طبعا دي أرقام سلبية النادي الأهلي ما كانش بيحققها خالص في الدوري العام منذ سنوات طويلة. لكن أنا في وجهة نظري يجب تأجيل كل الأمور دي لحين الانتهاء من المباراة الهامة قدام الوداد يوم 30 مايو، وأعتقد هي المباراة الأهم في أجندة النادي الأهلي. وبعد بقى 30 مايو يبقى النادي الأهلي يركز ويشوف وضعه في جدول الدوري، وطبعا أكيد هو عنده متنفس، لأن برضو في نفس الوقت نادي الزمالك بيهدر نقاط كتيرة وخسر ماتشين ورا بعض، ربما يكون المستفيد بقى من ضياع هذه النقاط من قطبي الكرة المصرية هو نادي بيراميدز اللي يعني إيه بيتسرسب كده برضو، ربما إذا قدر يحقق انتصارات متتالية في الفترة الجاية إن هو يقرب من الصدارة مستغل سقوط الأهلي والزمالك. ده كان تحليل مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي النهاردة. أكيد مبروك للبنك الأهلي نقطة التعادل، وهارد لك للنادي الأهلي وجماهيره عدم الفوز للمباراة الرابعة على التوالي. شكرا جزيلا لكم، كنت معكم كريم سعيد.